ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشؤون الدولية محمود حسين. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك وأهلا بمشاهدين قناة اليوم. أهلا بك أستاذ محمود. تهديد النظام التركي باستهداف نقاط لقوات النظام السوري، قابله تصريح لوزارة دفاع النظام بأنه سيرد فورا على أي استهداف تركي. هذا التصعيد الخطابي بحسب الدلائل على الأرض، هل سيرافقه تصعيد عسكري؟ أقول لك في البداية أن هناك خطة تركية عسكرية تتغير في شن هجمات يومية على قطاع السوري بعد أن فشل رجب طيب أردوغان في تصدير الدواعش داخل الأراضي السورية، فبدأ التوجه إلى منطقة أدلب شمال سوريا. لماذا أخي العزيز التوجه إلى هذه المنطقة بالتحديد؟ أردوغان يريد أن يزعزع الاستقرار وأن يبث عدم الاستقرار الأمني داخل الأراضي السورية، وأن يسيطر المنافذ البترولية داخل منطقة أدلب. أعتقد أن أردوغان في خطته الذي أعدها في كتاب أكمل الدين إحسان أغلو عام 2008 بتقديم رجب أردوغان، أنه يريد أن يحتل سوريا وأن يعود الاحتلال العثماني إلى سوريا ولمصر ولقاعدين من القطاع الموجودة، ولكن رفض التام للأحداث التي تتم من خلال الولايات المتحدة هو رفض سوري من وجهة نظري. لماذا رفض سوري من وجهة نظري؟ الأمين العام للأمم المتحدة يريد أن يضع التهدئة بين القوات السورية والقوات التركية، وهو في حد ذاته هو أساس داخلي من الولايات المتحدة داخل سوريا، تريد أن تشجع تركيا على الدخول في الأراضي. طيب أستاذ محمود، يعني اعذرني على المقاطعة، سأتي على ذكر تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، لكن الآن كان يعني فحوى سؤالي هي بحسب الدلائل والمعطيات وأمام تصعيد الخطابي بين النظامين التركي والسوري، هل سيرافق ذلك تصعيد عسكري بين الطرفين؟ طبعا ستكون هناك تصعيد عسكري كبير جدا بين الطرفين، بين الإدارة السورية والحكومة السورية والجيش السوري، وبين التصعيد العسكري التركي. تركيا الآن أرادت أن تقول للجميع أنها تتواجد في سوريا للحديث عن السيطرة كاملة على الأراضي السورية، ولكن أقول لك أن الشعب السوري والقوات السورية الحكيمة سوف تقدر على القضاء على تلك الهجمات التركية الغاشمة بمعاونة الولايات المتحدة وغير الولايات المتحدة. القوات السورية نظمت نفسها في منطقة إدلب بشكل كبير جدا، نظمت نفسها بشكل كبير جدا في السيطرة على الدواعش قبل السيطرة على الآن القوات الداخلة التركية، ولكن الحديث عن مقاطعة، الحديث الآن كيف تسيطر القوات، وأقول لك القوات العربية وأنا أدعوها كمصري بمشاركة المصرية للتعاون مع القوات السورية لحجب هذه القوات التركية الغاشمة. طيب أستاذ محمود، بالنسبة لتصريح الأمين العام للأمم المتحدة حين طالب بوقف ما أسماها الأعمال الحربية بين النظامين خشية أن تتغير طبيعة النزاع كما وصفه، يعني المئات والألاف يقتلون ومئات الألاف أيضا هجروا، والسيد غوتيريش يخشى من تغيير طبيعة النزاع وتحول إلى صراع بين نظامين، كيف تعلق على موقف الأمين العام للأمم المتحدة؟ هو موقف طبعا ليس له إلا توصيف واحد، أن الولايات المتحدة تريد أن تضع في التهدئة بين الطرفين، في حين أنها هي التي الأمور من تحت الترابيزة بالمنطق المصري السياسي. الولايات المتحدة أرادت أن تضع صورة كبيرة جدا أنها هي الدولة الديمقراطية التي تتحدث عن الصدق السورية، ولكن هي التي تدفع تركيا وأعطت لتركيا أن تسيطر على المناطق السورية حتى أن تكون صدا للدفاع ضد القوات السورية التي تتعاون مع القوات الروسية في القضاء على القوات التركية. الآن أقول لك أن هناك منطق سياسي كبير من الولايات المتحدة هو وضع خطة سياسية داخلية داخل سوريا للسيطرة على القطاع، وأنا أقول لك القطاع البترولي والقطاع السياسي والعسكري، للسيطرة على النظام السوري بشكل كبير جدا والاستفادة من موارد المالية والاقتصادية في شمال سوريا بالتحديد. طيب أستاذ محمود، اسمح لي هنا المقاطعة كسبا للوقت فقط، يعني أنت أتيت إلى ذكر الدور الروسي، لو نظرنا إلى فعلا الدور الروسي، هناك مثل روسي يقول صديق قديم أفضل من صديقين جدد، وكما تعلم أن صداقة روسيا مع النظام السوري قديمة جدا منذ سبعينيات القرن الماضي. إذن هل روسيا بصدد تصفية الحسابات مع أنقرة في ملف إدلب؟ بسرعة بعجلة لو سمحت.
روسيا سوف تقوم بتصفيه حسابات كبيره جدا مع انقره. سوف بالنسبه لسوريا بالنسبه لروسيا هي الصديق الاقرب لها والصديق الاقرب ايضا من الولايات المتحده ومن تركيا. سوريا بالنسبه لروسيا هي المنفذ الاساسي السياسي العسكري الذي تريد أن تسيطر فيه على بعض الدول العربية والمنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير. روسيا لن تقبل وجود تركي داخل المنطقة كما لن تقبل وجود داعشي قبل ذلك. روسيا سوف تتعاون سوريا للقضاء على تلك الهجمات التركية. أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشؤون الدولية محمود حسين، كنت معنا مباشرة من القاهرة.